ديال الهواة. هاد المسابقة الأولى عرفت واحد النجاح اللي في الحقيقة كنا كنتوقعوه وما كناش كنتوقعوه، لأن الطريقة باش داز المهرجان، لا الحضور ولا الشخصيات اللي جات ولا، كانت في مستوى الحدث لأول مرة. السياسة ديال الإخوان الصاهرين على تنظيم هذا المهرجان دائما تمشي في هاد الشقين. الشق الأول شق احترافي اللي من خلاله نستضفوا مجموعة من الفعاليات ومجموعة من الأفلام ومجموعة من النجوم، وهناك واحد الشق ديال الهوات، وهذا هو الأساسي بالنسبة لنا في مدينة وجدة. هاد الشق ديال الأندية السينمائية، لأننا في مدينة وجدة بغينا واحد البناء اللي نبنيوه، لأن لا يكفي أننا نستضفوا مجموعة من الضيوف ويجيو ويحضروا ونوفروا لهم المبيت ونوفروا العروض وكيمشيو وما يبقى لنا والو في وجدة. دابا حنا بالنسبة لنا في وجدة أرضنا بناء هاد القاعدة من خلال مجموعة من العمليات. هاد العمليات اللي انطلقنا فيها حين أنهينا الدورة الأولى، ولكن الدورة الأولى رغم النجاح ديالها فرزت بعض الملاحظات اللي ربما بعض الإخوان عطاونا شي ملاحظات وحتمت علينا أننا نكونوا واحد الجمعية. هاد الدورة الأولى تكونت كانوا نجزوها واحد اللفيف ديال المهتمين بالسينما، من بينهم رجال التعليم ومن بينهم خارج رجال التعليم، وكانت من تنظيم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشراكة مع مركز الدراسات. لكن لقينا بعض الصعوبات في التعامل مع الشركاء ومع الداعمين، لقينا صعوبات لأنهم هذا النشيط يقول لك خص الجمعية ديرها. ألور فرضت علينا أننا نأسسوا جمعية اللي هي جمعية سينما غريب، واللي أغلبية الأعضاء ديال جمعية سينما غريب كانوا من بين المنظمين ديال الدورة الأولى. هاد الأعضاء اللي فيهم بعض الإخوان اللي راهم معايا، اللي فيهم السي بوعمامة اللي مكلف بالاتصال في الجمعية، اللي فيهم السي بوشعيب إطار في الأكاديمية، السي بن عبيد إطار في النيابة، السي قريش كان إطار في النيابة والآن هو متقاعد، معنا إطار بنكي اللي هو مراد الفيقيقي، معنا السي فريد بوجيدة اللي هو أستاذ في ثانوية، أستاذ ديال الفلسفة في ثانوية إسلي وعضو الأندية السينمائية منذ سنين. إذا كوننا هذه الجمعية. الدورة الأولى كانت لنا بعض الصعوبات، ولحد الآن باقي عندنا واحد لو ديفيسيت ديال 34000 درهم، ولكن كان واحد السؤال مطروح، واش نزيدو رغم النجاح اللي حققناه ولا نوقفوا هاد العملية؟ وبعد التداول مع بعض الإخوان اللي حضروا النسخة الأولى فكرنا أننا نزيدو. سلام عليكم. سلام عليكم. أجي السي قاسم. السي قاسم. إذن فرضت علينا أننا نكونوا هذه الجمعية، كوننا هذه الجمعية وشفنا أننا الاستمرارية تكون واش بالمسابقة الذهبية اللي فيها المحترفين وديك المسابقة الفضية اللي فيها الأندية السينمائية بالشكل القديم، ولا نطوروها. بدأ يظهر هذا البعد المغاربي اللي توفر في مدينة وجدة، هذا البعد المغاربي اللي ربما حتى مدينة في المغرب ما عندها. طرحنا هذه الفكرة على الإخوان في المركز السينمائي، وانتم كما تعرفوا أن كانت تنظم الدورة ديال الفيلم المغاربي في 2006، وفي الحقيقة ما كانتش ليها الاستمرارية لعدة أسباب ما نقدروش نقولوا أسباب الفشل ديالها، ما استمرتش. فكرنا أننا هذا العام تكون نسخة مغاربية في الشق ديال الاحترافيين معها المسابقة الوطنية، يعني غادي تكون هي المسابقة الاحترافية، ودائما نحافظوا على هذيك المسابقة ديال الأندية السينمائية، لأن من خلالها هي خصنا نبنيو القاعدة. هذه القاعدة اللي غادي نبنيوها هنا في وجدة غادي نبنيوها بالأندية السينمائية، اللي عندنا واحد المخطط شامل لتأسيس هذه الأندية السينمائية. لي سيني كلوب كما تعرفوا، لي سيني كلوب بكري راه العديد من الإخوان هنايا اللي كانوا أعضاء في لي سيني كلوب وربما كانوا مهتمين،
بداك الشكل القديم ما قدرناش نحقوه بحكم الاشتغال ديالنا في الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين والنيابه ديال وجده. فكرنا في واحد الوصفه اخرى ديال هذه الانديه السينمائيه، اننا وقعنا واحد الشراكه مع الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، وعلى اثرها خولتنا باش ندخلوا للمدارس المؤسسات التعليميه، وبدينا في تاسيس انديه سينمائيه في المؤسسات التعليميه. ورحنا بدينا في ايسلي، وعندنا واحد الخطه ديال هذا العام نديروا 6 ديال الاقطاب ولا ديال المجموعات اللي تراسها واحد ثانويه معينه. اذا بدا العمل القاعدي. كاين واحد التكوين اخر على مستوى الشباب ديال وجده، على من مستوى الاطر ديال التكوين، لا بالنسبه للسيناريو لا بالنسبه للمونتاج لا بالنسبه لطريقه التصوير، ولا بدا في مركز التوثيق التربوي. مركز التوثيق التربوي هاد السنه وراه بدا يعطي الاكل ديالو. هاد الناس اللي غادي يتكونوا خلال السنه والجمعيه تساعدهم باش يحصلوا على هاد التكوين. وشنو المقصود، وشنو هو المآل ديالهم في المهرجان؟ في المهرجان رحنا عندنا 5 د الورشات غادي ياثروهم محترفين اللي غادي يجيو خصيصا لتاطير دوك الناس اللي بدينا معاهم حنا التكوين. اذا غادي دائما يكون المهرجان هو المحطه التي نتوج فيها الاعمال ديال الجمعيه خلال السنه. وهذا العام عندنا بالنسبه للورشات عندنا غادي نواصلوا ورشه السيناريو اللي اثرها الاستاذ يوسف ايتمو اللي هو غني عن التعريف، واستاذ سيناريست واستاذ جامعي ومختص في كتابه السيناريو. عندنا ورشه شريط الوثائقي غادي يأثرها بوشتى المشروح اللي يدير شريطه الجزيره الوثائقيه، واستاذ عنده حتى هو ما يقول. عندنا ورشه المونتاج اللي غادي تأثرها لطيفه نمير. لطيفه نمير هي شيف مونتوز في المركز السينمائي المغربي. عندنا ورشة لينيسياسيون ديال لا فيديو غادي يأثرها شرف بن الشيخ اللي هو حتى هو مخرج تلفازي. وبقيت لنا ورشة أخرى هي ورشة الصناعة السينمائية اللي غادي يأثرها صابري محمد صابري اللي هو رئيس القسم التقني بالمركز السينمائي المغربي. وكما تشوفوا الأسماء اللي جاية باش تأثر هذه الورشات أسماء وزينة. ومن هنا واخا الاخوان اللي ما واكبوش معنا في التكوين، حتى بالنسبه للصحفيين في الحقيقه ان الاستفاده تكون مع هاد الناس، اننا الجمعيه مستعده انها توفر للاخوان كاع في مدينه وجده واحد التكوين على حساب الاختيار. عندنا بطاقات ديال التكوين اللي كل واحد يملا البطاقه ولا ممكن انه يحصل على واحد التكوين. اذا هذا بالنسبه للورشات. بالنسبه للمهرجان هذا العام غادي تكون جوج ديال غادي يكون الافتتاح ان شاء الله في مركز الدراسات يوم 18 مع 7، وغادي يكون الاختتام يوم 21 في مركز الدراسات ايضا حتى هو في 7 مساء او 6 مساء. والعروض غادي تكون في المركب الثقافي، العروض زياده على واحد العروض غادي تكون في قاعه في ساحه 3 مارس، وكاين عندنا ساحه زيري اللي حدا باسور. غادي المركز السينمائي يجيب لنا واحد ليكرون غونفلابل اللي يديروا به العروض في مراكش، غادي يجيبوه لنا هنا بحكم الشراكه اللي كتجمعنا مع المركز السينمائي. غادي الى لاحظتوا بغينا ان وجدات تكون كلها اون فيت في ديك الوقيته ديال المهرجان. بالنسبه الدورة اعطيناها واحد الاسم ديال واحد الفقيد ديال السينما المغربية اللي هو مجد، دورة الرحيل محمد مجد، باش نعطيو لها هذاك الوزن ديالها. بالنسبة للداعمين عندنا مجموعة من الداعمين، ولكن في المرحلة الأولى نهضر لكم غير على المركز السينمائي المغربي. المركز السينمائي المغربي دار واحد الثقة فينا، واخا المهرجان ديالنا جديد، الاخوان في المركز السينمائي وصلوا لنا واحد الميساج، قالوا لنا كل شيء عندكم مزيان، البعد المغاربي عندكم، القاعة عجبتهم، كل شيء عجبهم، إلا أننا جداد. بالعكس، أن ناس مثلا بحال سيدي قاسم راهم داروا بيانات يحتجوا على المبلغ اللي عطانا المركز السينمائي، قال لك علاش وجدة عاد بداوا وعطيتهم هذا المبلغ، اللي كنا مشينا للمركز السينمائي ودافعنا على الملف ديال وجدة. وربطنا وجده مع التهيئه ديالها اللي عطاها لها صاحب الجلاله، وزدنا معها ديال البعد المغاربي، وكان واحد درنا ان دوسيي اللي في الحقيقه عطى الثمار ديالو. اذا
الداعم الاساسي اللي عندنا هو المركز السينمائي اللي امن بالقضيه وكانوا غادي يعطيونا واحد المبلغ، وفي التالي عطاونا النصف ديالو، ولكن واحد جوج اعضاء قالوا لهم نجربوهم هذا العام، وإلا كان هذا العام كانوا كما راهم يقولوا غادي العام الجاي نعطيو لهم ذاك المبلغ اللي كان اللي كانوا غادي يعطيوه. اذا هذا بالنسبه ل المهرجان المغربي، غير كما تفضل سي بوعمامة ان بعض راها قنيطره لامونا اننا حنا دينا لنا حتى هما هذا العام راه ما غادي يديروا المغاربي. قالك علاش ديروا المغاربي؟ وحتى واحد ما غادي يجادلنا في الشرعيه ديالنا بمهرجان المغاربي بحكم الموقع ديالنا وبحكم الاخر. بالنسبه للضيوف، نوليو للضيوف ديال المهرجان اللي في الحقيقه هذا العام، وكما غادي نقول لكم في اللائحه عندنا ضيوف اللي الاخوان بصراحه غادي يوجدوا. انا بالنسبه لينا وبالنسبه للاخوان حاولنا نديروا واحد طبق ديال النجوم اللي ربما يكون في المستوى ديال الحدث ديال المهرجان. الور عندنا ضيوف كتار، عندنا فاطمه خير، عندنا ياسين احجام، عندنا اسماء الخمليشي، عندنا امال الطمار، عندنا عبد القادر مطاع، عندنا بشرى اهريش، دنيا بوطازوت، كانت معنا ساميه اقري واعتذرت حتى البارح لان جاها ان تورناج وكيجيها ان تورناج. من عندنا حكيم النوري مخرج، عادل الفضيلي اللي غادي الفيلم ديالو حياه قصيره، ربما الا كان شي واحد شافو الفيلم القصير ديالو راه خدا مجموعه من الجوائز على المستوى الدولي، واللي هو غادي يكون الفيلم ديال الافتتاح. عندنا عبد الصمد مفتاح الخير، كمال سيكون على راس لجنه التحكيم، كاين عبد الله فركوس، كاين السعديه ازقون خالتي من انا راكم كلكم تعرفوها، الهام وعزيز، عندنا محمد درهم، عندنا الشعيبيه العضراوي الاخوان راني عارف باللي كلكم كتعرفوها. واحد القضيه اللي ربما ما يعرفوها، الشعيبيه العضراوي معروف عليها انها هي لالا غنو، وما كانش فينا اللي ما سمعش لالا غنو بالنسبه للدراما المغربيه، ولكن ما ننساوش انها مثلت في عمر المختار. كي نقولوا عمر المختار نعرفوا باللي كاين العقاد، نعرفوا باللي كاين نجوم كبار. الور الشعيبيه دابا، لان هاد علاش اختارينا الشعيبيه في التكريم هذا العام؟ في التكريم عندنا الشعيبيه العضراوي، عندنا اسماء الخمليشي، وعندنا احمد بن عيسى. احمد بن عيسى ممكن تشوفوا في جوجل، واللي يتفرج الشاشه الجزائريه ممثل سينمائي من الطراز الرفيع في الجزائر، وبغينا ناخذوا واحد السنه هذا العام اننا نكرموا واحد لوبيراتور اللي كان في سينما لو باري بالهاشمي، راه كلكم تعرفوه. واللي هو هذا العام راه في واحد الحاله صحيه مزريه، وبغينا ان نديروا هذه الالتفاته لان الاخوان حتى بالنسبه للمسابقات ديال المسابقات الذهبيه والفضيه، راه حنا فكرنا قلنا دائما نخمو بهذا المنطق ديال منطقتنا، الشباب ديالنا راهم متواجدين، كاين 4 ولا 5 الافلام ديال محليه ديال وجده، لان باش كانت بدات في الدوره الاولى وهذا العام دينا تكريم. بغينا شخصيه محليه، دائما غادي تكون عندنا شخصيه محليه، لان المهرجان هذا ما مديورش مهرجان الواجهه ومهرجان البهرجه، بل خصنا مهرجان اللي لو فون ديالو يكون فيه التكوين، فيه هاد القاعده، فيه رد الاعتبار والتصالح مع الناس ديال مدينه وجده، اللي هما في الحقيقه راه عندنا مبدعين دابا، وكنتقلبوا حتى في الساحه الوطنيه عندنا وجاده، ولكن مشاو وفي الحقيقه ما استفدتش منهم المنطقه. ومن هذا الباب بغينا نجيبوا كمال كرئيس لجنه التحكيم. دابا كمال لجنه التحكيم فيها كمال، فيها فاطمه خير، فيها احمد فايق من مصر، احمد فايق ناقد سينمائي وصحفي معيار الثقيل. عندنا فيها لجنه التحكيم، عندنا فاطمه خير، عندنا احمد فايق، عندنا سليم عقار اللي هو ناقد سينمائي ومخرج جزائري، وعندنا طاهر عجروضي اللي حتى هو رئيس واحد المركز وناقد سينمائي. اذا 5 الاسماء كلها من تونس، نعم 5 الاسماء بالنسبه للتكريمات.